السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض، جوكر العروض، نسر اليوتيوب من كل مكان. اليوم إحنا جولة باندا نهاية الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء. الجولة بتاعتنا يوم الأحد، أهم العروض الموجودة، العروض الطازجة. الفيديو الأول اللي هيكون معانا، احنا بنعمل دايما عادة كده في آخر الأسبوع فيديوهين. الفيديو الأول بيكون أقوى العروض الموجودة، والفيديو التاني بتكون العروض الطازجة، وممكن نعمل فيديو تالت نجمع كل الفيديوهات اللي عملناها الأسبوع كله، وبيبقى شامل كل عروض باندا القوية جدا. النهاردة أنا هعمل معاكم الفيديو ده، أقوى العروض الموجودة في باندا، أقوى العروض من وجهة نظري، عروض قوية جدا 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 موجودة في باندا في كل الأقسام، قسم المواد الغذائية الأساسية، في قسم المنظفات، قسم كل الأقسام إحنا اخترنا منها، حتى الأجهزة الكهربائية كمان، وإحنا عاملين فيديو كبير جدا في الأجهزة الكهربائية. اخترنا برضو أقوى العروض الموجودة في الأجهزة الكهربائية. لو أنت لسه أول مرة تشوفني، ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وتكون معانا كل يوم، هتستفاد حاجات كتيرة جدا جدا جدا. لو أنت موجود معايا كل يوم، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وتعالوا بقى نشوف. يلا نشوف، يلا بينا نشوف. من أقوى عروض باندا هذا الأسبوع زيت ذرة عافية، اللي هو الاتنين كبير واتنين صغير. الاتنين كبير دول 3 لتر، والاتنين صغير لتر، يعني المجموعة كلها 4 لتر. 4 لتر نازلة ب50 ريال، 50 ريال بدلا من 68 ريال، وحصري للأعضاء. طبعا احنا في بداية الأسبوع لما صورنا العروض ما كانش لسه موجود العرض ده. زيت ذرة عافية 4 لتر، في بداية الأسبوع، في الفيديو اللي احنا عملناه بداية الأسبوع ما كانش موجود، عشان كده احنا حرصنا ان احنا نصوره النهاردة. ده من أقوى العروض الموجودة هذا الأسبوع. أقوى عروض هذا الأسبوع أيضا في باندا، اللي بيخلص يوم الثلاثاء يوم 14 فبراير، عرض على السمنة اللي هي المراعي، نازل عليها عرض 35 ريال بدلا من 55 ريال اللي هي 800 جرام. سمنة المراعي 800 جرام نازلة من 55 ل35 ريال. ده عرض عادي، مش لازم يعني حصري للأعضاء، عرض خاص عادي خالص. برضه احنا في بداية الأسبوع ما صورناش العرض ده عشان ما كانش موجود. النهارده طبعا معانا الأحد والاثنين والثلاثاء، باقي فيه 3 أيام، بيخلص يوم 14 فبراير. من أقوى العروض اللي موجودة في باندا أيضا، اللي هو الأرز المصري الصنواية 5 كيلو، نازل من 43 ريال ل35 ريال. شايفين الناس يعني كتير واخدة منه العرض ده، كويس. 35 ريال اللي هو 5 كيلو، نازل من 43 ريال. العروض القوية جدا في الأرز، نازل عرض على الوليمة، في نوعين من الوليمة، الوليمة اللي هو العادي ده، وفي نوع تاني اللي هو الوليمة ستايل. الوليمة ستايل، الوليمة ستايل ده نازل عرض من 80 ريال ل64 ريال، اللي هو 10 كيلو. أرز ستايل الوليمة نازل من 80 ل64 ريال. طبعا برضو كمية المكرونة، في العرض القوي جدا في المكرونة اللي هي على جودي،
وجودي نازل ال4 حبات من 23 ريال و80 هنا، يعني قول من 24 ريال نازل ل18 ريال، اللي هما ال4 حبات كل الأنواع من جودي أو منتجات مختارة على فكرة، مش كله. أنا كاتب لك أسباجيتي متنوع ومنتجات مختارة، يعني هما العروض مش على كل الأنواع. ال4 حبات نازلين من 28 ل18 ريال، أنواع مختارة من جودي، فنخلي بالنا برضو واحنا بنشتري. شوف الاستيكر محطوط هنا، يبقى العرض على مكرونة أقلام كبيرة. شوف برضو الاستيكر محطوط هنا، يبقى على النوع اللي هو قدامنا ده، برضو هنا على النوع ده برضو. هتلاقي بقى مفيش استيكر، ده الاسباجيتي برضو نازل برضو في العروض. يبقى احنا نخلي بالنا الأربعة على أنواع مختارة من جودي، نازلة من 24 ل18 ريال. من العروض القوية جدا هذا الأسبوع كمان عرض على السكر، لسه باقي فيه 3 أيام، النهاردة الأحد، في عرض على السكر اللي هو 10 كيلو، نازل عرض حصر للأعضاء من 37 ل28 ريال، أو 27 ريال 95 هبلة. نخلي بالنا في 10 كيلو زائد 2 مجانا، هتلاقيه هو نفس السعر أيضا محطوط معاهم، هو نفس السعر اللي هو 10 كيلو زائد 2 مجانا، أو العشرة كيلو هيكون هو نفس السعر. طبعا الأفضل إن أنت وأنت بتختار، هتختار لو لقيت اللي هو 10 كيلو زائد 2 مجانا، ده بيكون أفضل، يكون هو نفس السعر. العرض ده موجود لحد يوم الثلاثاء 14 فبراير. من أفضل العروض الموجودة أيضا في باندا، مرق الدجاج اللي هي ماجي، نازل عليها عرضين، لو خدت واحدة بس ب20، لو خدت كام، لو خدت 2 ب36. حصري للأعضاء، طبعا احنا عارفين إن أسعارها زادت جدا، يعني 36 يعني الواحدة ب18 ريال. في طبعا كميات كبيرة، احنا لما صورنا في بداية الأسبوع ما كانتش لسه موجودة، وناس كتير واخدة منها كمان. هي من العروض القوية جدا هذا الأسبوع اللي بتخلص يوم الثلاثاء، باقي 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء. العروض دي بتخلص يوم 14 فبراير، لو أنت محتاجها الحقها قبل ما تخلص. عرض قوي جدا على ليبتون اللي هو 300 كيس، نازل من 50 ريال 25 هللة إلى 30 ريال، اللي هو عبوة التوفير اللي هو 300 كيس ده، ليبتون اللي هو الفتلة، نازل العرض ده حلو جدا، نازل من 50 ريال وربع ل30 ريال. وطبعا العرض للأعضاء، يعني بتشتري برقم الجوال. أقوى عروض التونة اللي موجودة بتخلص بعد 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء. في عندنا تونة باندا 185 جرام، 3 حبات، الأنواع بقى كلها متنوع. ال3 حبات نازلين من 21 ريال 75 هللة ل16 ريال، أو 15 ريال 75 هللة. ده من أفضل العروض الموجودة حاليا على التونة. برضو في عرض حلو جدا اللي هي البليمز، اللي هي ديت نازل التلاتة من 22.5 ل15 ريال، دي وزنها 170 جرام، دي وزنها 170 جرام، دي أفضل العروض الموجودة في التونة. من أقوى عروض هذا الأسبوع اللي بتخلص يوم الثلاثاء أيضا 14 فبراير، عرض حلو جدا على شراب شعير الموسى أو موسى بكل الأنواع منه،
كل الانواع، في بالنعناع، في الشعير العادي، في بالرمان، في بالتفاح. اللعبوه نازله من 33 ريال ل 28 ريال، وده عرض حلو جدا، حصري للاعضاء، حصري للاعضاء. العروض الحلوة جدا هذا الأسبوع اللي بتخلص أيضا يوم الثلاثاء، وإحنا صورناه في بداية الأسبوع عرض على الكولا والفانتا والإسبرايت، ال7 حبات نازلين من 35 ريال ل20 ريال حصري للأعضاء، والعرض ده قوي جدا جدا، مش هتلاقيه موجود إلا في باندا. الكولا اللي هي 1 لتر، والإسبرايت والفانتا، عرض قوي جدا. كان دايما بينزل ال6 ب20، دلوقتي نازل ال7 ب20، عليه اقبال كبير جدا. يعني كانت موجوده كميه كبيره في بدايه الاسبوع. احنا بنصور النهارده، احنا الاحد، في الكميات الكبيره كلها خلصت. حلو جدا جدا على شوكولاتة اولكر او بسكوت اولكر، ده اللي هو بالشوكولاتة، نزل عرضين. لو انت عضو من اعضاء حصري الاعضاء، هنا هو اعضاء الارباح هنا او اعضاء بندا، ب10 ريال، عرض عادي ب12 ريال، هو سعره اصلا 18.5، سعره 18.5. ده برضو من العروض الحلوة جدا، واخره يوم الثلاثاء 14 فبراير. كمان في عرض هنا، عرض الاتنين بسعر واحد، اللي هي السودانية اللي قدامنا دي، وفي برضو اللي هي بجوز الهند دي، شركة غندور. الاتنين دي طبعا أكيد لاقتراب انتهاء الصلاحية بتاعتها، بتخلص يوم 15/3 أو 14/3، يعني باقي فيها شهر يعني. عشان كده عاملين عليهم 1+1 مجانا، الاتنين بسعر واحد، اللي هما النوعين اللي قدامنا دول، السودانية والجوز الهند. دي من عروض الحلويات والشوكولاتة اللي هي موجودة في باندا. أكيد بقى دي مش مرتبطة بميعاد معين لحد ما الكمية تخلص، ولكن لازم نعرف ان هي باقي في الصلاحية بتاعتها شهر. يعني عروض قوية جدا هذا الاسبوع في المنظفات، قسم المنظفات، مسحوق الغسيل اللي هو اريال، اللي هو اريال ال5 كيلو، اريال ال5 كيلو نازل عرضين، عرض حصري للاعضاء. لو خدت واحد ب50 ريال، لو خدت اتنين ب90 ريال، يعني في توفير 10 ريال لو خدت اتنين. اللي هو اريال ال5 كيلو او ال4.5 كيلو، الازرق او الاخضر، العرض على الازرق او الاخضر، 5 كيلو او ال4.5 كيلو، كمية اكثر، سعر اوفر، ال1 ب40، ال2 ب90 ريال. عرض برضو هنا على الطايد، الناس اللي بتحب الطايد، الطايد ال7 كيلو نازل ب63 بدلا من 110 ريال، اللي هو ال7 كيلو بالانواع كلها بقى، في الدوني وفي الياسمين وفي العطر الاصلي. الحجم اللي هو 7 كيلو نازل ب63 ريال بدلا من 110 ريال. العرض فيه الاحد والاثنين والثلاثاء، في كل فروع باندا وهايبر باندا. سائل غسيل الصحون، العرض القوي اللي هو على جيف ده سائل غسيل صحون، الحجم بتاعه 750 ملي، نازل ال3 ب20 ريال بدلا من 51 ريال، يعني نسبة كبيرة جدا، 20 ريال بدلا من 51 ريال، أكثر من نصف السعر على النوع ده من سائل غسيل الصحون، اسمه جيف، 750 ملي. في برضو عرض تاني على جينتو، اللي هو اللتر ده نازل من 17 ريال ل10 ريال، اللتر اللي هو جينتو ب10 ريال. في برضو عروض على باندا اللي هو لتر ونص، نازل من 21 ل12 ريال،
بنداس هي الغسيل صحون اللي هو لتر ونص، نازل من 21 ريال ل 12 ريال. مفيش عروض على الفري، انا مش شايف اي عروض على الفري، الفري مش حاطين عليه اي عروض. عرض قوي جدا على برسيل العباية، برسيل العباية اللي هو ال3 لتر، ال3 لتر نازل ب40 ريال بدلا من 53 ريال، ب40 ريال بدلا من 53 ريال. العرض اللي هو برسيل العباية، في برضه هنا ال4 لتر، برضه هنا ال4 لتر نازل بنفس العرض، نازل من 50 ل40 ريال، ده 4 لتر، يعني هو 2 وعليه 2 مجانا. يبقى الأفضل إن أنت تشتري دول ال4 لتر. في عرض قوي جدا برضه هنا على ملاعم الأقمشة اللي هو الدوني، اللي هو اللتر ونص أو 210 جرام، ملاعم أقمشة دوني هو لتر ونص أو لتر 380 أو 210 جرام، نازل عرض حصري للأعضاء 22 ريال، أو عرض عادي بكام؟ ب25 ريال، يعني الفرق 3 ريال على الدوني. على الدوني عرض، على الدوني اللي هو المنعم الأقمشة الأحجام اللي احنا قلناها، ده اللتر ونص واللتر 380 وال210 جرام. قوي جدا على معطر للأقمشة، معطر للأقمشة اللي هو الدوني اللي قدامنا ده، الحجم بتاعه 800 ملي، نازل من نازل نصف السعر هو، أو 1+1 مجانا، بدلا من 74 نازل 37 ريال، اللي هما الاتنين ب37 ريال بدلا من 74 ريال. ده معطر للأقمشة صعبة الغسيل اللي هو الدوني. عرض قوي جدا على صابون سائل لغسيل الأيدي اللي هو باندا، 500 ملي، نازل من 22 ريال ل10 ريال، أكثر من نصف السعر هو. كل الأنواع منه، الواحدة 500 ملي، صابون سائل غسيل لليدين باسم باندا. برضو في اللي هو لوكس، لوكس غسيل اليدين برضو، لوكس اللي هو 250 ملي، نازل عرض قوي جدا، نصف السعر برضو، نازل من 19 ريال ل9 ريال، من 19 ريال نازل 9 ريال. دي من العروض القوية جدا برضو اللي باقي فيها 3 أيام وهتنتهي يوم الثلاثاء 14 فبراير. أقوى العروض هذا الأسبوع في قسم الأجهزة الكهربائية، خلاط أو محضر طعام كنود، محضر طعام كنود نازل من 269 إلى 169 ريال. اللي هو محضر طعام كنود ده 750 واط، في مجموعة حلوة جدا من العروض اللي نازلة في الأجهزة الكهربائية برضو. هنا عملنا فيديو موجود في القناة، عملناه في بداية الأسبوع، في برضو هنا كنود دي نازلة من 119 ل 109 ريال، ده عرض عادي يعني مش نازل عليه كمية كبيرة. العروض اللي نازلة برضو، اللي نازلة كمية كبيرة جدا، في اللي هي مثلا غلاية جيباز دي نازلة من 69 ل 34 ونص، نصف السعر هو. وعروض كتيرة جدا هتلاقوها في الفيديو اللي احنا عملناه في الأول. برضو هنا قلاية جيباس نازلة من 349 إلى 174 ونص، عروض نصف السعر حصري للأعضاء. وباقي العروض هتلاقوها موجودة في الفيديو اللي موجود في القناة، هنسيبهولكوا في التعليقات أو في الوصف أسفل هذا الفيديو.
في طبعا حاجات كتيرة جدا زي ما احنا شايفين بمناسبة شهر رمضان، في كميات كبيرة جدا، وهم عاملين يعني برضو عارضين المنتجات بكميات كبيرة استعدادا طبعا لشهر رمضان المبارك. واحنا عملنا طبعا فيديو للمنتجات الرمضانية، وعملنا فيديو للمنتجات الطازجة، وعملنا فيديو للمواد الغذائية الأساسية، عملنا أكتر من فيديو فيها كل المنتجات المعروضة. برضو من أقوى العروض الموجودة اللي هو حليب نادك، ده حليب نادك نزل عرض حلو جدا، حصري للأعضاء ب 53 ريال الكرتون، والكرتون فيه 12 لتر، الكرتون فيه 12 لتر سواء كان قليل الدسم أو كامل الدسم. برضو من العروض الحلوة نادك ب 53 ريال الكرتون. برضو من العروض الحلوة جدا اللي هو الكولا، الكولا والسبرايت والفانتا، ال7 حبات نازلين ب 20 ريال بدلا من 35 ريال، يعني مش هتلاقي العرض ده إلا في بند. طبعا كميات كبيرة جدا خلصت منه. برضو في عروض على الزيوت، زيت شمس ده برضو من العروض الحلوة جدا، نزل ال2 حبة ب 30 ريال، يعني الواحدة ب 15 ريال، ده عرض على الزيوت من العروض القوية برضو هذا الأسبوع. في عروض كتير جدا، واحنا عملنا أكثر من فيديو، ولكن احنا برضو بنختار العروض الأقوى. لو انت محتاجها تلحقها، بنفكر الناس ان العروض بتخلص يوم 14 فبراير. في عروض على الزيوت، وعروض على الدقيق، وعروض على السكر، وعروض على المكرونة، كل المنتجات نازلة عروض حلوة جدا هذا الأسبوع. دي كانت جولة سريعة في باندا وأقوى العروض اللي بتخلص يوم 14 فبراير يوم الثلاثاء القادم. لو محتاجها الحقها، وأشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.